بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت حدثتكم عن تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة الخوارج، وهذه الفتنة التي وصفهم فيها أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهذا وصف رائع من نبينا صلى الله عليه وسلم بأنهم خرجوا من الدين. وهذا الوصف ينبغي أن نتنبه له وأن لا ننساق وراء شبهاتهم التي يشيعونها بين المسلمين. هم يلبسون علينا وعلى شبابنا كثيرا من الحقائق التي هم أبعد الناس عنها، حقائق الدين يتلبسون بها ويصبغون كلامهم بصبغة الدين والحماس والجهاد في سبيل الله، وهم في الحقيقة مرقة من الدين خارجون منه بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يدعونكم إلى سوريا، وأنا أقول لكم أيها الإخوة، إضافة إلى أنهم من الخوارج الذين حذرنا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم إلى جانب ذلك قد تغلغلت في صفوفهم المخابرات الدولية، المخابرات الدولية الذين لبس ضباطهم الثياب القصيرة وأرخوا رحاهم الطويلة ليوهموا الناس أنهم على سيرة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وأتقنوا شبهات الخوارج كلها، وأصبحوا يستجلبون الشباب من أنحاء العالم الإسلامي إلى الفخ الكبير والمصيبة العظمى في سوريا، يجرونهم بذلك إلى الذبح وإلى القتل وإلى التخلص من شباب المسلمين بهذه الأعداد الهائلة الكبيرة. فأنا أرجو أن تتنبهوا لذلك، وأن تعلموا أن مفاصل القرار في هذه الحركات المتطرفة إنما هو بيد المخابرات الدولية وليس بيد الخوارج. أمراء الخوارج أصبحوا على جنب، والذي يتحكم بغرف العمليات وبمراكز القرار في هذه الطوائف والعياذ بالله المارقة من الدين كلها بيد المخابرات الدولية. فانتبهوا ولا تصغوا بآذانكم ولا تميلوا بقلوبكم إلى أي اسم من الأسماء أو أي شخصية من الشخصيات تدعوكم إلى الالتحاق بهذه الفصائل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إياكم أن تفعلوا ذلك، وتنبهوا واحرصوا على دينكم وإيمانكم، فإننا في خطر عظيم، وإن الرياح العاصفة تكاد تجتاح بلادنا كلها، إلا أن تتنبهوا إلى مثل ذلك وتكونوا حذرين كل الحذر. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.